حسب آخر تصانيف دولية لجميع الشخصيات شفناه طلع تصنيف لثلاث شخصيات، شفناه طلع حق فوكس وطلع حق لويجي وفي شخصية ثالثة نسيتها. كازيا من الشخصيات اللي ما شفت سعيد يلعبها من ما يعني من ما طلعت يعني كدي ال سي. أنا كازيا تعتبر من شخصيات الدي ال سي شخصية جدا جدا قوية، لكن حدها بولرايزنج، عندها ماتش أبات سيئة وعندها ماتش أبات تعتبر إيجابية نوعا ما. روي ماتش أب نوعا ما دوبل حق كازيا، لكن شفنا نوعا ما الحين سعيد قاعد يعاني للأمانة. وقلة زيرو تو ديث من جنزو، نسمع من الجمهور القم والله مو غلط، لكن نشوف بوتنشل زيرو تو ديث من كازيا، وهذا الكومبو اللي يميز كازيا بشكل عام. حد اكسبلوزيف يا الله، فورد سماش خرافي، اي دبليو جي اف علج الحين يا الله. لا ادج جارد للأمانة تعيس يا سعيد، استعجلت نوعا ما. حلو جنتلمان ما راح تذبح، وانت قول الليزر سنايب بعد واحدة ياخذها 2-6-2. المباراة توها مبلشة يعني خلصنا دقيقة وان ستوك اوف من اللاعبين. نشوف الحين يبلش كومبو سريع، يا الله كازيا يا جماعة الخير قول اي دبليو جي اف، لكن ما فلحت وياه. فارق مستنزج 50% كل سيتويشن، حلو التكتيس يا الله. اي دبليو جي اف خلاص خلصها مباراة انتهت. لا والله العظيم بعض المرات لما نتغلط ضد كازيا ما يمديك انك انت تصحح الخطا، لانه اوريدي تو بانشز او تو نيوترال اوبننجز وخلاص خلاص ياخذها ياخذ المباراة. 53% الحين صارت 59. حلو هذه افتكر خلاص باي باي جي جي. حلو اي دبليو جي اف قلنا اوتو تيرن اراوند سنايب، افتكر هذه خلاص اس بي كي 10 تي ام اس بي كي 10 ياخذ المباراه الاولى. يعني مو بس خذها يعني شو اقول لكم يا جماعه الخير 10 لصالح اس بي كي في الوقت الحالي. استخدم كازيا فتره طويله ما شفت سعيد اختار هذه الشخصيه للامانه، لكن أدى بشكل ممتاز. ممكن نشوف منه يبدل شخصية مرة ثانية، نشوف إذا جنزو راح يستمر بالروي ولا لا. شفناه في الفترة الأخيرة يعتمد بشكل كبير على شخصية كورن، فممكن نشوفه يختار شخصية كورن. نشوف جانن، احتمال نشوف جانن من سعيد. طبعا جنن سعيد جانن يا جماعة الخير تعتبر من أضعف الشخصيات في اللعبة، هي يعني حسب التوب بلاير بالاجماع يتفقون ان اسوأ شخصيه في اللعبه هي جانندورف، من بعده ياتي ليتل ماك، بعدها عاد باقي اللوتيات، لكن جانندورف تعتبر من اضعف الشخصيات لانها شخصيه جدا 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 بطيئه، بالذات في لعبه بلاتفورم فايتر مثل سماش اللي نعتمد على الموفمنت بشكل كبير. لما تستخدم شخصيه بطيئه هذا الشيء ابدا مو من صالحك. تشوف ان جنزو كان عنده ليد، لكن سعيد الا صادق بالداون سماش الهيدبوكس عندها ضخمه للامانه. جنزو على طرف المرحله، سعيد الليدي تراب، حلو الرول تشيس باستخدام الداش تاك. شوف ريتريف النير ممكن من سعيد تكفر اول ذا اوبشنز، حلو الجيت اب اتاك حلوه الا ايه رول بانش ايه اب تلت من اكثر الحركات بطئا في هذه اللعبه. فايزي ايزي بانش حق جنزو 14% كومبو جدا غريب داون ثرو، ينتظر لين التك تشيس ما صادها. حلو ان جنزو قاعد يبلش كومبو حلو 0 to 52%، بالذات لان شخصيه مثل جانن اذا عندك مومنتم يوتر الخصم بشكل كبير يوتر الخصم. وحلو بيتس اوت سبوت دوت كويك ويز كيك بانش بوتنشال ايدج جارد ولا ريفرسال اوبورتونيتي. جنزو 3 ستوكس تو 1 يقول حق سعيد لا تستهين فيني مختار جانن، انا اعجبك لا اصيدك. حلو يرجع على طرف المرحله بانش، ما في بانش على الدش تاك باك ثرو ولا النير من سعيد ياخذ الستوك الاول لصالحه داون ثرو انتو اب اير، حاول انه يستمر بالكومبو لكن ما قدر. رابيد جابس 49% على طرف المرحله الحين سعيد راح يرجع ولا لا اب ايرات يمشمشها جنزو. حلو لقط البانش اب تلت اب اير بام بعد واحده يرجع سعيد. حلو كان عنده كومبو في ساور سبوت داش اتاك
نو بانش على الفورت سماش، حاول انه يتراجع يستخدم فورت سماش مره ثانيه لكن ما فتحت اياه. حلو البيش من جنزو وياخذ الجيم الثاني 1-1 نتيجه المباراه بين تي ام اف دي كي وجنزو. نشوف اللي بدل شخصية استخدم شخصية ولف. ولف كان ممكن انه يكون اول مين حق اس بي كي، اول مين حق اس بي كي ولف للامانة يا جماعة الخير. شخصية يمكن ما شفناها من سعيد يمكن لها سنة الحين تقريبا، لكن اتوقع ان سعيد عارف البلاير ماتش اب يعني بشكل كبير لانه يتمرن مع جنزو، وجنزو قاعد يتعلم على ابي. ونشوف مستوى جدا رائع من جنزو 0-65% داون ثرو داش اتاك، لا فورد اير دبل فير انتو اب اير داون سماش، يا الله مش ممكن. حلو ابي انتو باك اير، هاي ريكفري من سعيد ممتاز مثل اير حلوه. كان يبي يصيد الفورد اير انتو سايد سبيشل لكن ما قدر يمسك وصل المرحلة النير تشيس انتو داش اتاك. البرسنتات حدها متقاربة، فورد ثرو للاسترافينج اوبورتونيتي طبعا. الحين على الاغلب راح نشوف ريتريت النيرز من سعيد باك اير، خلص سياق الخطف الاول لصالحه. 3 ستوكس تو 2 في الوقت الحالي، حلو 2 ستوكس تو 2 للامانه. جنزو قاعد يأدي بشكل ممتاز للامانه. حلو حلو الكومبو يا سعيد، الله عليك استخدم الشاي ولا البيشن 77%. حلو الابي بنشوف فيه ادجارد ولا ما فيه سعيد، قلة حلو التك، قلة جنزو ريفيرسل، ريفيرسل من جنزو طاف الجابز. حلو 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 ايدج جارد اوبورتونيتي، حلو الاب اير على اطرافها، نير اوت اوف شيلد ما فلحت وياه. شفنا لعب النوتر من جنزو كمان خرافي، ليك نير حاول انه يسوي كومبو مع الداون سماش لكن ما قدر، فارغ بسنتج تعرض 30%. حلو حلو تنزل للأمانة أدائها أو مستواها ممتاز، فارق 19%. التشيس من النير يا الله كانت تكون داون سماش خطيرة، ولا السايد سبيشل دراجون لانش. حلو نير باك ثرو، لا داون ثرو، اوكي حلو. اذا كان البرسنت شوي اعلى ممكن كان يقدر يذبحها باستخدام الاب ثرو، لكن اعتقد انه شوي البرسنتات قريبه وال 2 فريم بانش بالفورتس. طبعا قبل ما تمسك طرف المرحله او الليدج عندك 2 فريمز فولنربيلتي، ممكن انك تنضرب في هاي الفريمتين، وفي بعض الحركات ممتازه انك تغطي هذه ال 2 فريم ويندو. من ضمنهم ولف وورتس، لكن جدو ياخذ الستوك ويرد نتيجه المباراه 1 ستوك تو 1 وينرز براكت ستوك. نشوف حلو الكومبو داون ثرو انتو داش اتاك تربل جابس. حلو جنزو، حلو يصيد الجمبات، سعيد في الوقت الحالي ما عنده جنب لكن يرجع على المرحلة خير. نشوف ان الحين وضعية ولا الداون سماش امام ترمين، ولكن 72% سعيد حاليا الليج تراب من صالحه. حلو الرياكشن خطيرة خطيرة خطيرة. حلو جاسم خير نايس باكير، يستخدم الاير دوج. حلو مش ممكن، ابست ابست كبير 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 ضخم لصالح جنزو، ياخذ المباراه بنتيجه 2-1 نتيجه مش متوقعه يا جماعه الخير. لكن للامانه الجدير بالذكر ان جنزو اس بي كي يعني يتمرنون مع بعض، فنتيجة هذه المباراة ما هي بغريبة واجد يعني للأمانة، يعني ممكن أنه من حيث السيدنج صح تتوقع أن سعيد يفوز، ولكن سعيد يعني جيم الثاني مختار جنن تستاهل.